فتمرين القبة مثل ما حكينا هو مثل ما شايفينه هي النتيجة النهائية اللي بدنا نوصلها. فحسب بدنا نكون فكرة الخطوات اللي بدنا نشتغل فيها. طبعا فكرته الأساسية شو هو؟ لاين وشو؟ بالضبط. وأمر التعديل شو بدنا نطبق له؟ الليث. تمام الليث اللي هو الفتل. فنحن رسمنا المقطع مقطع القبة وفتلنا عملنا له ليث وصلت أنا لهالشكل هذا. طيب بعد ما خلصنا بدي فرغ الشبابيك اللي عنا فشو بدنا نرجع أو بدنا نفرغ الشبابيك نرجع لأين أمر؟ بدنا بالضبط رسمنا الشباك أول شيء رح أعطيكه مجسم تمام قاطعه مع القبة وبعدها شو بدنا نعمل له؟ بدنا نكرره نفتله بالأري بعدها رح يتداخلوا معي بدي فرغ عن طريق أين أمر؟ البوليان أو رح ناخذ أمر ثاني هو برو بوليان لأنه هون عنا كذا كذا مجسم. فهي الفكرة العامة فكرته بسيطة بس بقى طبعا موضوع الرسم موضوع التطبيق يعني هو اللي بده يفهم. هلا المقطع بس بدي اكون دقيق عليه مشان هلا نكون ترسمه تعرفوا شو يشوفوا عنا قوس تقريبا وبعد عنا فراغ للشبابي وبعدين عنا القاعدة اللي يعني نهاية الطبي. هلا في فكرة دائما بالكون هالقوس هذا لما بدي اجي ارسمه ما بجي بحط 100 نقطة او نقطتين او ثلاثة، القوس دائما نقطة ونقطة بالنص ونقطة باخره، والنقطة النصانية بقدر احطها انا يا اما سموث تطلع قوس منتظم يا اما اذا ما بدي اياها تطلع منتظم باخذها بزيار وبظبط الزاوية تبعيتها، فهي فكرة كثير مهمة بالرسم. طب انا ما بعرف ارسم مثلا بلاقي صعوبة بالرسم برسم بشكل تقريبي كثير يعني حتى شو ما كانت نسبة رسمته مكسر تكسير رسمته بس معهم يكون النقاط قريبة للشكل بدي اشتغله. بعد ما بخلص رسم بقعد بظبطهم على كيفي باخذ هاي النقطة بعملها سموث بصحة تمام وبعدين بعمل لها ليث. طب بعد ليث لقيت فيها مشكلة نساب برجع بعدين فموضوع بسيط. طبعا اول شيء رح نعمل لها لاين بعدها ليث بعدها شيل بعدين رح نرسم الشباك. الشباك كيف رح نرسم معنا هاي الشباك عبارة عن شو؟ لا ما في داعي للتعقيد شو بكل بساطة عندي أصل لقوس هو عبارة عن شو؟ تقاطع دائرة ممكن أوصل له والأسهل من هيك ممكن أخذ ريكتانجل ما هيك أعمل فلت للزاويتين فوق فبوصله مباشرة. طبعا احنا لو حتى بدنا نقاطع جسمين مع بعض شو بدي أطبق له الشباك؟ بدنا نطبق له اكسترود ونقاطعه مع القبة لحتى يطلع معي يطلع معي من الداخل مع القبة ويتفرغه. مفهوم التمرين؟ طيب تفضل حدا يجرب مين بحب يتبرع؟ يلا طيب تفضل يا بوش Yeah.
فوت شوي لجوا يعني. ايه بس لا ارفع شوي خلص بدنا قاعده صغيره Thank you.
حددي طيب. حددي اياها. ايوه عملي هيك بس مع صحاب بس تنفع الاطفال.
بيجي تحته ولا فاعل افتلات يوم؟ لا فاعل افتلات يوم. هلا هو لازم يتقاطع مع الخطبة، لازم يكون هون ياخذ هالمكان. طيب انت طبعا هي فريلانس شو عم نطبع بالنص تماما؟ فناخذ اللاين اخذت الخطبة هيك عملت كنترول زد. هلا فعال معنا الشباب نعمل اللاين على الخطبة. ايه بس تركز معي شو بدنا ناخذ محاور فوق بس مين؟ بس الصورة بس الصورة بس الصورة فالغير تكست والغير
كان الشل قبل اذا انا مثلا بعد ما خلصت والله بدي ارجع اشوف الشل. هلا هون عم يعطيني مثل ما شفنا من شوي بارامترز كل العناصر اللي انا ضايفها، فهون نحن اللاين هو اللي مطبقين عليه. باخذ اللاين، شو اعطاني هون؟ هي خصائص لاين، يعني انا هلا كني واقف على اللاين، فممكن هون اخذ الشل وارجع ازيد الاماونت، بس ما طلعت لك تقيل كثير على الجهاز، شايف عم يطول شوي، بس هي الشل انزادت معي، ممكن ارجع خففها. فهي طبعا هلا الشبابيك هون بهيك حالي ما رح اقدر ارجع اعدل، بقدر اعدل على واحد منهم بس، عرفت شلون؟ يعني بس في عنا اساليب بالمستقبل بقدر بالفعل اعدل على الكل. هلا هاي هون انت لما كنت محرك الاكسس بدك تدقق انه يكون فراغ معك بس من الشل. هلا اذا بدنا نعدلها بدها تصير مشكله لانه فتله الشبابيك كلها رح تتغير معنا. هلا منشان سؤال انه انا عندي لاين مثلا، مثلا انا وقفت هون فصلت ورجعت كملت، ما هيك؟ طب هلا هدول اول شيء مبينين انه كل مين لحال، رجعنا عملنا التاتش. طيب انا هون مثلا اذا هدول قريبين من بعض ما مبين عندي انه المشكله بهاي النقطه، فشو ممكن نعمل احنا؟ اول شيء انا بختار سبلاين، المفروض اذا خط متصل كله مع بعضه شو يطلع معي؟ فبنقر نقرة، بين معي وين وقف؟ هون. هذا سؤالك ما هيك؟ فبيطلع معي هون. طب حالة تاني انا ممكن بنظرة وحدة، اذا الاف 3 اذا اخذنا النقاط، طبعا بنظرة وحدة في عنا بكرة رح نشوف بالتطبيق الجاي انه الخط دائما فيه نقطة بيضة وحدة اللي هي نقطة رقم واحد. فانا ممكن بنظرة وحدة يطلع، ما دام شفت نقطتين بيض عندي معناتها الشكل فيه مشكلة، ممكن من هون اعرف بالضبط وين الغلط عندي بالشكل. فهي التطبيق كان دمج الليث مع الكومباوند اوبجكتس.